كعقيدة وكعاطفة وكانتماء، من حق أي مواطن عراقي أو مسلم حقيقي أن يعلن رفضه ويعلن تعاطفه ويعلن انتماءه لما يحصل في لبنان وفي دول أخرى من اعتداء صارخ وخارق لكل القوانين الدولية والأعراف وأيضا الأخلاق العسكرية أو السلوكيات الميدانية. نعم. التظاهرة كانت معبرة وحقيقة منتفضة انتفاض كامل لما يحصل لكل الدول العربية تحديدا ومحور المقاومة بشكل خاص، وأعتقد أمام السفارة الأمريكية لأنها هي محور الشر الحقيقي، وهنا يجب أن أكون محايدا وغير منحازا لأي جهة في قول هذا، لأن نعرف نحن أمريكا هي الشيطان الذي لا يقبل استقرار هذه المناطق ويشعل الفتن بين حين وحين ليبقى طويلا في هذه المنطقة ولتبقى حبيبة المدللة مثل ما وصفته. إسرائيل هي الأقوى والذراع الأطول في هذه المنطقة أيضا، وأضعاف كل قوة قد تبرز من هنا وهناك حتى لا تحقق تهديد واضح لأمن إسرائيل. ما يحصل بالمنطقة حقيقة هو مخطط إلى منذ زمن بعيد وأيضا مستهدف بعض الدول، وأريد لهذه الدول الانجرار إلى مستنقع حرب طويلة وحرب حقيقة مصيرية قد تحدث إخلال في التوازن الدولي أو الإقليمي في هذه المنطقة، وقد نصبح أمام تحديات أكبر إذا لم نحسن التصرف في هذه اللحظات وهذه الساعات، إذا لم نحسن التصرف وقياس كل شيء بمقياسه الحقيقي وفق معايير القوة والتقدم وحتى القوة الاقتصادية، سنكون نحن طعم سهل للآخرين ما لم نكن نملك خلاف ذلك بالتصورات اللي يتصورها عدونا. وأعتقد العدو الإسرائيلي بعد العملية الجبانة والغادرة والإجرامية قد حقق بعض خطوات مهمة بهذا الاتجاه، وهو يستعد الآن لاجتياح الجنوب اللبناني لتحقيق حزام آمن فيما بينه وبين الحدود الشمالية للكيان الصهيوني. فالتظاهر حق والانتفاضة حق، وبمقولة أهلنا الفزعة أيضا حق الآن، لأنه بلد عربي محاصر، بلد يراد أن يدمر مثل ما دمرت غزة، فنحن الآن في حقيقة بوصلة اختبار حقيقية لمن هو عربي ولمن هو المسلم ولمن هو القول الحق والفصل اتجاه كل الاعتداءات اللي تصير علينا منذ قرون بعيدة وإلى يومنا هذا. فلا بد لنا من أن نكون واثقين ومطمئنين وأيضا حقيقة مساندين لكل قوة تريد الإطاحة